بهذا الفيديو حنتكلم عن الرجيم المشهور جدا، رجيم الليمون والماء الحار، وهل فعلا هو يحرق الخلايا الدهنية ويوصل نتائج كبيرة بحرق الدهون المتجمعة بالجسم. الفيديو جايكم. اهلا وسهلا بكم اصدقائي صديقاتي، وياكم ايهاب من قناتي ايهاب فتنس. بهاي القناه اساعدكم ان توصلون لاهدافكم ببناء جسم صحي وسليم. اذا اول مره تشوفون القناه، اول مره تعرفون علي، اهلا وسهلا، كل هلا، شلونكم؟ مرتاحين ان شاء الله؟ مشتاقين عمي؟ طبعا سووا سبسكرايب وكونوا جزء من فريقنا وعائلتنا، وتواصلوا ويانا بالتعليقات حتى نتعرف عليكم اكثر. السبب انه انا سويت هاي الحلقه لانه توصلني كثير اسئله من عندكم عن هذا الرجيم او عن شرب الماء من الصبح الحار ويا الليمون. فيديوهات عربيه من بعض الزملاء اليوتيوبرز مشاهداتها اجتاحت اليوتيوب لانه يعني الناس تتوقع بموضوع الليمون، فخلينا نتكلم عن فوائد الليمون حتى نفتهم شلون هذا الشيء قد يحرق الخلايا الدهنية. الليمون كفاكهة هل هي مفيدة؟ بكل تأكيد، يعني الليمون عالي بالفيتامين سي، والبحوث أثبتت أنه النسبة يعني كمية الليمون الوحدة تعطيكم نصف حاجتكم اليومية من فيتامين سي. تخيلوا، والفيتامين سي اللي غطي احتياجه أعراض أمراض القلب تقل عنده، فيعني هذا شيء ممتاز جدا. الليمون قليل بالسعرات الحرارية، يعني إذا قمتوا تستعملوه بدال العصائر وبدال المشروبات الغازية وتأخذوه كمصدر البفرج مثل ما يسموه بالإنجليزي ويا وجباتكم، حيكون خيار ممتاز. يعني هم تشربون عصير وهم يعني السعرات الحرارية أقل. فهسه أنتوا خليكم وياي وتذكروا كلمة السعرات الحرارية أقل. أحد أهم فوائد الليمون أنه يقلل نسبة الإصابة بحصوة الكلى أو الكيدني ستونز بحامض الستريك أو الستريك أسيد. هذا شي يسوي يرفع كمية اليورين عند الإنسان، وأيضا الحامضية يغيرها بحيث البيئة اللي تصبح بها الكلى تصبح غير مناسبة لنمو الحصى أو الكيدني ستونز أو حصوات الكلى. هذا ممتاز جدا. أحد أهم الفوائد بالليمون اللي قد تساعد بموضوع خسارة الوزن، وهسه أنا حتكلم عليه بنهاية الفيديو أنه هل هو يحرق دهون أو لا، أنه بنسبة جيدة من الألياف أو الفايبر، وحقيقة بنوعين بس أنا سأتكلم عن السوليبل فايبر اللي يجي ويا العصير. هذا طبعا يعني يساعد عملية الهضم بصورة كبيرة جدا، ويحافظ ويساعد الجسم على حفاظ على صحة الجهاز الهضمي. الآن احنا تكلمنا عن الليمون، هسه خلينا نتكلم عن فوائد الماء بالدايت وشلون يساعد على حرق الدهون. الماء طبعا كل مدرب، كل مختص، كل واحد له علاقة بالتغذية ينصح برفع نسبة الماء اللي يشربها الشخص من أجل الصحة أولا ومن أجل الدايت ثانيا. صح لو لا شباب بنات؟ قولوا لي انتوا ايش قد تشربون كميه مي باليوم، كتبوا لي بالتعليقات ارد اشوف. واللي يشرب الكميه الصحيحه مي باليوم الى مني جائزه. فوائد الماء المتعلقه بموضوع الدايت وحرق الدهون انه يقطع الشهيه اولا، يعني يعتبر قاطع شهيه طبيعي. بعض البحوث تشير انه من ترتفع نسبه المي اللي يشربها الانسان نسبه حرق الدهون تتفعل وتزيد أكثر من ما إذا كنت تشرب نسبة ماء قليلة. ومو بس حرق يرفع حرق السعرات، لكن أيضا يساعد أو يفعل عملية حرق الدهون أو الفات أكسيديشن اللي يقوم بها الجسم، وطبعا يساعدكم على أداء أفضل بالتمرين لأنه حتحافظون على رطوبة الجسم وعدم العطش والهايدريشن. ومن أهم الفوائد إزالة السموم والفضلات من الجسم، فتصبح البيئة مناسبة لحرق الدهون وبأن يكون اللين ماس أو البنية العضلية أكثر من الدهون. تكلمنا عن الليمون، تكلمنا عن المي، حنخبط المي والليمون سوا حتى نعرف
ونخبط هاي بالعراقي طبعا، بالعربي نمزج، بالانجليزي ميكس، ويمكسن الليمون والمي حتى نشوف هذا الخليط العجيب السحري شلون يحرق دهون. بعض الاشياء حتصدمكم وبعض الاشياء يجوز تعرفوها اصلا من قبل. هذه طبعا من قديم الزمان الناس تعتقد لما يضيفون الليمون والمي لانه يشوفون نتائج فيقولون الليمون على الريق من الصبح سبب لي حرق الدهون. سووا بحوث شافوا بانه هذا النسبه من حرق الدهون ارتفعت ليست بسبب الليمون وانما بسبب ارتفاع نسبه المي اللي يشربها الشخص. فيعني هسه التعليقات اللي نقراها باليوتيوب او اليوتيوبرز من يتكلمون ربما هي اكو نتائج لانهم مسوين دايت اولا ودا يشربون كميه عاليه من المي ودا ياخذون فوائد الليمون فيصير عندهم حرق دهون. لكن الليمون ما حينزل كسائل او كحامض يفوت بالجسم ويروح على الخليه يحرق، هذا الشيء ما يصير لان هو حيفوت يمر بكل عمليات الهضم اللي يسويها الجسم، فالجسم يحلله يهضمه ياخذ منه السعرات يستعملها كطاقه، ياخذ منه الفيتامينات الاملاح يعني الليكويد والمياه الى اخره، يسوي الوظائف اللي يحتاجها منه. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه بعض الناس يقولون بانه بي هو فايبر النوع الثاني اللي يجي من البكتين، هذا من الشخص ياكله يملأ حيز كبير من المعدة فيسبب الشبع. لكن المشكلة وين؟ المشكلة انه البكتين فايبر ما يجي من العصر، يجي من خلال اكل الليمونة. يعني اذا اكلتوا الليمونة مع يعني مع يعني تقشروها وتاكلوها هي بدون ما تطلعون منها الالياف مالتها، بذيك الحالة حتستفادون من الالياف البكتين او البكتين فايبر مو من العصر. فهذا ايضا احد الافكار الخاطئه عند الناس. بعض الناس الاخرين يقولون انه قشر الليمون يعني القشر مالته نسوي له نبرشه ونشربه مع الماء مع عصير الليمون حنوصل الى حرق دهون اكثر، يعني هذا يحرق الدهون. سووا بحوث عليها شافوا بانه هذا لمن الفئران تاكل قشور الليمون صارت عندها نسبة أعلى بحرق الدهون. لكن هذا البحث لما سووا على الناس على البشر ما وصلوا إلى نفس النتيجة، يعني قشور الليمون لا تحرق الخلايا الدهنية. أنا أريد أقول لكم هل الليمون مفيد؟ مفيد جدا. وإذا تريد تشرب ليمون من الصبح ويا المي الحار اشرب، إذا تريد تشرب ليمون ليمون ونعناع حتى وخيار تضيف أنتي أوكسيدنت ومفادات مفادات الأكسدة أو مفادات وطاردات السموم بالدايت هذا ممتاز جدا وحتشوفون حرق دهون. لكن أنا بهذا الفيديو ليش سويته؟ حتى طريقة تفكيرنا تتبدل ونفهم الموضوع. يعني أنا أعتقد يمكن ربما يكون هذا الفيديو الوحيد اللي كسر خرافة الليمون يحرق الدهون بالطريقة اللي بيعوها لكم، يعني تكلمنا كسرناها بصورة علمية. أتمنى تكون فادتكم. إذا أنتم جربين المي والليمون ونجح عندكم وتعتقدون السبب الليمون يا ريت تقولولي، ويا ريت أسمع منكم وأقرأ تعليقاتكم ويكون بيناتنا نقاش وحوار أصدقاء. أي موضوع تحبون أتكلم عنه كتبولي بالتعليقات وأنا جايكم بفيديو جديد الأسبوع الجاي. أحبكم كلكم وأشوفكم في فيديو الجاي، ويومكم عسل وليمون للي يحبون الليمون.